متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في الأردن، أسعد الله مساءكم بكل خير وصحة. نستعرض معكم حالة الطقس المتوقعة التفصيلية خلال الليلة القادمة وخلال يوم غد في عموم مناطق المملكة. نبدأ معكم بتوقعات الليلة القادمة في العاصمة عمان. متوقع أن تسود أجواء غائمة جزئيا وباردة مقارنة بالليالي الماضية، أجواء أيضا ضبابية فوق مرتفعات العاصمة. لا تزال الفرصة متاحة لهطول بعض الزخات المطرية بعيد مرور الأحوال الجوية غير المستقرة التي أثرت في وقت سابق من نهار هذا اليوم. نلاحظ معكم نسب رطوبة مرتفعة تقارب حاجز 100% في العاصمة عمان، مع استمرار أيضا هبوب رياح غربية إلى شمالية غربية نشطت السرعة. نبدأ معكم بتوقعات يوم غد السبت في عموم مناطق المملكة. نبدأ معكم في شمال المملكة، توقعات بأن تسود أجواء باردة نسبيا إجمالا، درجات حارة بحدود 15 إلى 17 درجة مئوية في عموم هذه المناطق، مع فرصة مع في القسم الأول من اليوم لهطول زخات أمطار بين الخفيفة إلى المتوسطة الشدة بمشيئة الله، لكن لفترات محدودة وفي مناطق محدودة من المنطقة الشمالية وأيضا المنطقة الوسطى. مرتفعات عجلون تكون العظمى فيها بحدود 12 درجة مئوية، أقل من مدينة عجلون بشكل عام. أتوقعات المنطقة الوسطى بمشيئة الله تكون العظمى في هذه المناطق بحدود 15 درجة مئوية، عادة في مدينة الزرقاء ترتفع لأكثر من ذلك، أجواء غائمة جزئيا، هنالك فرصة لهطول زخات خفيفة إلى متوسط الشدة من الأمطار بالأخص مع ساعات الليل الأولى بمشيئة الله. منطقة البحر الميت العظمى متوقعة بحدود 23 درجة مئوية مع أجواء مستقرة إجمالا مقارنة بيوم الجمعة، حيث كانت الفرصة أو موجودة هطلة الأمطار الرعدية في منطقة البحر الميت. تكون الأجواء يوم غد السبت مناسبة أكثر للرحلات والأنشطة الخارجية في منطقة البحر الميت، حيث تكون درجات حارة في بداية العشرين درجة مئوية، الحديث هنا عن مناطق الأغوار الوسطى والبحر الميت. توقعات المنطقة الجنوبية أجواء باردة إجمالا غائمة جزئيا في عموم هذه المناطق، العظمى تصل في مدينة الكرك إلى 15 درجة مئوية، أقل من ذلك في مرتفعات الكرك، أيضا كذلك الحال في منطقة الطفيلة. الشوبك العظمى متوقعة بحدود 12 درجة مئوية، أتربة مثارة مستمرة أيضا في مناطق معان والطرق الدولية النافذة صوب السعودية الجنوبية والشرقية منها. في خليج العقبة ارتفاع في درجات حارة مع عظمى متوقعة 22 درجة مئوية، أجواء غائمة جزئيا إلى صحوة متوقعة في مدينة العقبة. أيضا الغبار المثار مستمر في المنطقة الشرقية لكنه أقل مقارنة بما ساد نهار هذا اليوم الجمعة، مع درجات حارة عظمى متوقعة بحدود 20 درجة مئوية في عموم هذه المناطق. كان كل ذلك حتى اللحظة، إلى اللقاء.